مستوى أتوقع كويس في المباراة، لكن ما كان فيه توفيق. لسه إن شاء الله في أمل للتأهل، بقينا مباراة إن شاء الله نقدم فيها مستوى أفضل من كذا. كابتن، كنتوا الأفضل اليوم، أنتوا تشعرون أنكم كنتوا الأفضل في المباراة؟ والله صراحة سواء كنا الأفضل أو كنا الأسوأ، إحنا في النهاية خسرانين المباراة، ونحب نعتذر للجماهير الكل اللي حضرت. إن شاء الله نقدر نبيض وجوههم في المباراة الجاية، وبس يعترون على المباراة.